الالتزام، الأداء، الإنتاجية، هذه المفروض أن تكون موجودة عند الموظف. طيب إذا اكتشفنا أنه هذا الموظف ما عنده التزام، ما عنده مبادئ، ما عنده قيم، ما عنده إنتاجية في الوظيفة، وبناء على هالشيء هذا أصبح في شحناء داخل وظيفته، مديره يلزمه، صار يكره الوظيفة، صار يهرب إلى عالم الحرية، أسافر زي ما أبي، زي فلان اللي بالسناب دائما يسافر أجي، فأصبح هذا هروب إلى واقع غير صحيح، لأنه بالنهاية هذا الشخص اللي إذا نقل سلبياته في الأداء إلى الأداء الأعمال ما أصبحت أعمال حرة، تصبح أعمال مقيدة. وتسميتها في الأعمال الحرة الحقيقة أنها يحتاج لنظر. أنا أرى أنه هذا الاسم غير صحيح، هي ليست بصبب. أعمال حرة، الحرية المطلقة يملكها الإنسان المنتج أيا كان. فأول رائد أعمال هو الشاب الموظف وظيفة حكومية أو في قطاع أهلي، ويكون هو رائد في الإنجاز والالتزام والأداء، أداء الأمانة اللي بين يديه، هذا هو رائد، رائد في العمل. فريادة الأعمال، أي أعمال، أي أعمال، أعمال وظيفية تقيد فيها بالوقت، مطلوب منك وقت وإنجاز. لا تنسى تشترك في القناة ولا تنسى تفعل الجرس عشان يصل كل جديد. فالك التوفيق.